هل هناك أغنية للطفل معينة خاصة للطفل؟ يعني أغنية من الألبوم الجديد ده تحكي من الألبوم الجديد؟ نعم. لا ما عندي، بس هذه الأغاني أنا أسويها سنة، يعني أسويها ما أدخلها بالألبوم، مو من ضمن الألبوم أقدر أغنيها، لا هاي نسوي مثل فلة يا فلة. نعم. تنزل سنجل يعني انفرادية، مثل ميني ريبوسا حضر خدك بسرعة، حتى العقربة هذين من ضمن يعني من ضمن أغاني الطقطقيات. نعم. يعني تنزل للطفل، فممكن أغنيها سنجل. بس أنا قلت لك بالسيارة، قلت لك بداية النجومية لازم تبدأ من الطفل، حب الطفل بالفنان. أنا درست مسرح طفل في معهد الفنون الجميلة، وتعلمت من عنده كثير أشياء، يعني مثل مسرح الطفل من أهم المسارح العالمية. ليش؟ لأن الطفل ما يفهم شيء، فلازم توصل له، لازم توصل إلى مخيلته أنه هو شلون يضحك وشلون يكون سعيد وشلون يبكي وشلون يحب. لازم كلها نتعلمها شلون نشتغلها. الأغنية من أصعب الفنون اللي تريد توصلها للطفل. لازم الأغنية تكون بسيطة، جملها مرتبة، طبعا بالحفاظ على الأدب الشعري، لازم يكون بها أدب شعري الأغنية، حتى ما يتعلم الطفل على أسس خطأ، يتعلم على أغنية استفاد منها، مثل ماما زمنها جاية بعد شوية جاي بلعب وحاجة. أغنية عمرها 70 سنة ما نسيت. ليش؟ لأن الأدب بها مدروس، ويعني اللي كتبها فعلا إذا هو حي فالله يطول بعمره، وإذا هو ميت فألف رحمة على البطن اللي لقوتها مثل ما نقول. فالأغنية هي رسالة، يا أما تكون رسالة جيدة أو رسالة سيئة. لا سمح الله يكون أي سوء. إذا أنت مطالب مستقبلا أغنية للطفل سينجل طبعا مو قالوا الوطن جديد يصير. مو قالوا جديد الوطن راح يصير. ما صاير. والله هذه الأغنية يمكن كان في وقتها، يعني من غنيتها ما كنت خايف منها. كل الأغاني، كل المواضيع اللي كتبت أنا كنت أطلبها من الشاعر. نعم. يعني ما أخلي شاعر يجي يجيب لي نص وأنا أجي أغني، لا ما تصير، يعني بالصدفة تصير. أغنية مقالة وجديد الوطن راح يصير، فعلا أغنية هي من شعر، من دم الشارع العراقي، دم الشارع العراقي جبناها انكتبت، وكلماتها كانت صادقة، ولحد الآن أطالب بغنائها وأطالب بنزولها بالإذاعات والتلفزيونات. حسام الرسام، موضوع مهم جدا، موضوع الفيسبوك. ايش بيه الفيسبوك؟ مسوي كل مشاكل الدنيا بالفيسبوك. احنا نشاهد اكو هواي اسماء باسم حسام الرسام، هل هذه الاسماء كلها تملكها انت؟ لا بالعكس، بس انا يعني فخور بنفسي لما ادخل على موقع الفيسبوك واكتب اسمي بالعربي او اكتب اسمي بالانجليزي، القى ولا فالف شخص مسوي لي فيسبوك، انا ما اعرفهم طبعا، اللي امتلكه فقط 5 حسابات ويمتلكهم مدير موقع الشخصي اللي هو مهند البغدادي، هو يديرهم، هو يمسح، هو يضيف، هو ينقل اخبار. انا مرات يعجبني ادخل، بس يعجبني ما ادخل يوميا، ولكن ادخل بالاسبوع مره او مرتين اشوف شنو الرسائل. مرات يقول لي حسام اكو رسائل استفسارات، اكو رسائل محبه، ادخل شوفها. طبعا مو كل الرسائل انا ارد عليها، يعني ارد على بعض الرسائل. الاصدقاء المقربين، الناس اللي فعلا هم موجودين، اكو اشخاص ما لهم علاقه بالفيسبوك مسوين اكونتات باسم بنات او باسم اشخاص موجودين، هذول ما اجاوبهم، بس اللي اعرفه واللي ادخل على اكونت ماله اشوفه انه هو حقيقي، هاي الحساب ماله ممكن ارد عليه. والحمد لله انا اشكر الله سبحانه وتعالى انه انا عندي خمس حسابات جيش. هذا يا وانت تعرف يعني كل حساب بالفيسبوك 5000 فقط، فكل ما فقط عجبتني هاي فقط. اي يعني ما يسمح لك انا اسوي اد للاكثر، فافضل ان افتح فيسبوك جديد، وكل ما
يعني يمتلئ واحد افتح الثاني واليوم وصلنا للخامس. يعني 5000 انت عندك بس 5 25 اهدهم عليك ما راح يوقفوني عن الاسئله اليوم. رسالتك لجمهورك بالعراق اولا في الوطن الام الحبيب. وبعدين النفس العشاق اللي هم نفسهم العراقيين وحتى العرب اللي صاروا يسمعونك طبعا شو تقول لهم اليوم من كندا؟ رسالتي رساله محبه ابن لاهله. نقولهم كل اشواقي وكل احترامي وكل محبتي وكل ما امتلك من عطاء راح يكون دائما وياكم واكون دائما عند حسن ظنكم، وانه فعلا ما راح اخجل ولا راح افشل كل من يحبني وراسم لي مستقبل، انه فعلا اكون دائما مجتهد يعني بطرح الافضل. لا يسعني الا ان اقول ربي يشيل الغمامة عن بلدي. آمين. ونرجع لسالمين وغانمين نغني بي ونرقص بي ونتزوج بي ونفرح بي، واهلنا نشوفهم هناك واللمة الطيبة العراقية، وماكو هذا منه وهذا منه. يعني هذا املنا ان شاء الله يتحقق ونشوفك على مسارح بغداد. شوف ما دام اكو ناس طيبة بالعراق. نعم. لا تخاف عليه. اكيد. العراق بيرجع. اكيد. بيرجع. ثورة العشرين منو قال تخلص؟ ما حد قال. حرب ايران منو قال تخلص؟ ما حد. خلصت وراحت. وهاي الشده لازم تزول. امين ان شاء الله. فاحنا دائما نكون املنا برب العالمين اقوى، واملنا بالناس اللي جايه واللي فعلا يريد يقدم خير، فالله يساعده ويكون بعونه. العائله الكريمه. الحجيه. العلويه. العلويه؟ اي. شو توجه لنا اليوم؟ شو تقول لنا؟ والله انا يومي احكيها. يومي. امي تعلمت على التانجو. على ايفون؟ اي مو عند باسم اخويا ايفون. اي نعم. فنفتح انا تانجو صوره وصوت نحكي، بحيث اكو مرات مره من المرات الضوج لان هالقد ساعتين هي قاعده بس فاكر يعني التليفون حاطته قباله نسوي هيك تجي هيك تقول يلا يما روح. الله يخلي لك الحمد لله والله عمرها ان شاء الله. الحمد لله. شكون دينها يا ربي الاسلام؟ اكو مصورين طلبوا اغنية. وكل ساعة يأشروا لي وقول للحسام خلي يغني. نهديها للحجية ولحجيتي وللمصورين. اوكي. راح اغني لها، انا دائما اغني الاغنية هذه احبها. وحتى من اشوفها وبالبيت اللي عندنا. ومن يطلبوها مني مثل حضرتك مقدمي البرامج. يقول لي حسام اشتهدي للوالدة. نعم. فلا يعني ابدي بهاي الاغنية. إلي حبك ربي يا يمه، واسمك بالقلب والروح اضمه. إلي حبك ربي يا يمه، ورسمك بالقلب والعين اضمه. علي اشقد تعبتي اذية وظلم شفتي، علي اشقد صبرتي يا يما اذية ونوح شفتي، يا حبيبة يا يما يا مقرودة يا يما، يا حبيبة يا يما يما عمت عيني يا يما. الله. ماكو احلى من الام يتغناها، وماكو احلى من اداء، وان شاء الله ربنا يجمعها بحفظ الله. نجمنا المتالق حسام الرسام نوجه لك التحيه ونقول لك شكرا على تلبيه الدعوه اولا، وثانيا على التواضع اللي تمتلكه. نحسك قريب دائما. تلبيتك الدعوه ان احنا في بداياتنا وانت اول فنان نلتقي فيه. بصراحة كان لقاء وكأنما نعرفك من سنين طويلة، فنتمنى دائما تكون بتواصل ويانا، ودائما نسمع أخبارك ونشوف أيضا كليباتك الجديدة اللي راح تنزل على قناتنا المتواضعة. شكرا جزيلا لك، وإذا عندك أي كلمة تفضل. والله أولا خلينا أقول لك لا شكر على الواجب،
انه هذا من واجبي ان اكون واكون وياكم من اول ناس يعني ان شاء الله وجهي يكون فتح الخير على هذه القناه او المركز او المجمع اللي انتم مشتغلين. هو اللي عرفته انه هو شغل يعني مثل ما نقول مجانا للجاليه او يعني بس مجرد وسائل للاعلام. الله يرزقكم بالمستقبل ان شاء الله. وقلت لك كل بدايه لازم تكون هيك. ترى ماكو واحد اجى وراسه انطفر، اللي طفر راح. صح. فانتم ان شاء الله باي وتوصلون لاعلى مكان تتمنون. بيكون بمجهود. يعني ان شاء الله اللي بعد يجي يقعد على هالمكان هذا يكون صريح مثلي، يكون طيب بمنتهى الصراحه، يكون وياكم ما يدور وياكم مصالح او شيء. فقط للمساعده وفقط للنجوميه وفقط للشهره وفقط لمحبه الناس، ما يجي لغايه اخرى. لا تشكرني لان انا اخوك وهذا بيتي وهذول اخواني. الله يخليك. انا اوجه لكم شكري واعتزازي على الشاي العراقي، على اللهفه العراقيه، على الضحكه الحلوه، على انواع الكباب العراقيه. وياها مسجلك على الكباب العراقيه. تحياتي لكم وارجو المعذره، اخاف اسئله الادب بكلمه او شيء. لا حشر. انا اخوكم الصغير. اكيد انت ببيتك. والله العظيم ما ادري قد فرحان لان فعلا اليوم خليتوني واحد يتنفس. يعني كان عندي ضيق يعني تعرف لازم واحد يفضفض. فاليوم فضفضت بكل ما امتلكه. اهلا وسهلا بك. وما عندي شيء مخفي. اكيد. فهذا كل اللي قلته تريد تصدقني او ما تصدقني هاي بعد بكيفك. كل شيء قلت لك اياه صراحه. شكرا لكم وشكرا لجهودكم الطيبه. اتمنى من الله التوفيق للجميع. وشكرا لك اخوي فارس على المحبه. وان شاء الله انا برسم الخدمه رقمي صار يمك، ايميلي كان صار يمك. اي شيء تحتاجه انا اخوك. الله يخليك. واللي اقدر عليه راح نسويه. انا هسه هطلب منك طلب. تمام. اريد نختم بصوتك.